للمساحات يلي فيها العالم تلتقي فيها تلتقي فيها للتفاعل الاجتماعي اليومي، وإن كان مثلا للولاد لمحل يلعبوا، ما عندهم محل يلعبوا بالمدن، أو محل كتير قليل، أو محل منه آمن خطر غالبا ما بنشوفه على الطرقات. فهذا كله بيثبت أنه ضروري يكون في سياسات خاصة للمساحات الخضراء العامة بلبنان. وفي يعني إذا بتحبوا تعرفوا قدي نحن انه متراجعين بالنسبة للمساحات الخضراء، منظمة الصحة الدولية بتقول انه اقل مساحة خضراء بالحصة الفردية للمساحة الخضراء لازم تكون 12 متر مربع. نحن عنا بالمدن مثلا ببيروت اليوم هي 0.8 متر مربع للفرد، يعني بين 12 و0.8 بتشوفوا قد ايه المشكلة كبيرة عنا. فبناء من هيدا الوضع الحالي والمشاكل يلي عرضتها، اقترحنا ثلاث حلول هي شوي متكاملة وسهلة التطبيق، ما بدها مشروع كبير. أول حل السطوح الخضراء. السطوح الخضراء يلي بيصير انه بيتكون لجان محلية مصغرة بتزرع الأشجار على أسطح الأبنية بالمدن، وهي كتير سهلة التطبيق وسهلة الصيانة، وهذا الشيء بيخفف من التلوث البصري كمان، يعني انه الواحد ما بده يطلع ويلاقي كله بلوكات بطون، بده يلاقي في شوية خضر. وهذا كمان يعني اقتراح منيح لانه يعني ما بده كتير شغل، وانه البنايات موجوده والاسطحه موجوده، كل شيء بدنا هو نزرع شجره هونيك. هيدا اول حل. ثاني حل اقترحناه هي البقر البستنيه، او يلي بتنعرف بالبوكيت جاردنز. البوكيت جاردنز اقترحنا انه تنعمل بالمساحات العامه يلي هي هلا موجوده ومنا مستخدمه فاضيه. لازم الشرط للقيام بالبقر البستنية هي انه تكون الحدائق هيدي المصغرة تكون سهلة الصيانة، يعني اذا بدنا نزرع شجر، نزرع شجر بتعيش بهالمنطقة، ونزرع شجر انه ما بدها كتير مي لحتى ما تكلف كتير. وبذات الوقت بدنا نشجع المواطنين على التبرع، يعني بقيمة مالية على الدخول إلى الحدائق، يعني ما رح يكون أكيد الدخول مجاني، ولكن منشجعهم ليتبرعوا مثل ما بيتبرعوا بمحمية الأرز، وهذا الشيء يعني كل المدخول اللي منجيبه بيرجعوا بيستثمروه بالحدائق هي ذاتها. ثالث فكرة هي الشوارع الخضراء. هلا الشوارع الخضراء هي شوي أصعب للتنفيذ، ولكن يعني منا كتير صعبة، منا كتير معقدة. نقترحها بس عندما يعني البقر البستنية ما يكون لها مساحة، يعني ما يكون في مساحة فاضية فينا نزرع فيها. ساعتها بنقترح أنه يتسكر بعض الشوارع، يعني البلديات يقرروا فترة تسكر هالشوارع وإعادة تأهيل هالشوارع نعملها خضرة وتصير pedestrian friendly، يعني صديقة للمشاة، ويعني يتوقف السير بالسيارات لفترة محددة مشان نقدر نأمن محل فيه خضار وفي الولاد يلعبوا وفي الكل يروح يتمشى ويفشخلوا شوي. النتائج اللي منتوقعها من هيدي الاقتراحات أو المنفعة العامة هي أكيد مثل ما بتعرفوا تخفيف التلوث بالهواء، يعني زيادة الأكسجين أكيد، بس كمان تخفيف الحرارة، وكمان تخفيف المشاكل الصحية يلي ناتجة عن التلوث، وتخفيف المشاكل الصحية النفسية يلي حكينا عنها، الاكتئاب والتطور التوتر وهيك. كمان هيدي السياسة يعني بتشكل فرص عمل أو فرص للتطوع حسب كيف بدنا نمشي بالمشروع.
مشان صيانة الحدائق، مشان الأمن بالحدائق، أو مشان الأنشطة يلي يمكن تقرر بلدية تعملها بالحدائق بهالبقاع الفلسطينية. وللختام يعني بتمنى يصير في وعي أكبر على يعني على أهمية المساحات الخضراء بلبنان. بعرف عنا كتير مشاكل ويعني مشغولين بأشياء أكبر منا شوي، بس يعني المساحات الخضراء هي الأولوية بعالمنا اليوم، وإن شاء الله السياسيين يعني يوعوا على هالشي. شكرا. أهلا، بشكر زينة على هالمداخلة. هلا رح نروح عند أني أبو عزيز. أني هي من أكثر المشاركين اندفاعا، يعني بتكب حالها بتكب حالها بتكب حالها، إلا يا أني روقي يا أني روقي. فهلا أني رح تخبرنا عن تجربتها بمنبر الإصلاحيين، تفضلي يعني. ميرسي صديق. بونجور، اسمي ان ماري ابو عزيز، ثالث سنه على الدوليه الدبلوماسيه بجامعه الانديه والبيضاء، ناشطه بنادي حقوق الانسان بالجامعه، بالجمعيه اللبنانيه لديمقراطيه الانتخابات لاده، وبجمعيه الحوار للحياه والمصالحه. منتدى الشباب الاقتصادي بيهدف لتشجيع الشباب من كل المناطق للانخراط بالمجتمع من خلال تطوير السياسات العامه يلي بتتعلق بقضايا الشان العام بلبنان، ورسم سياسه عامه هو فن اداره المجتمع. من هون أنا كمواطنة لبنانية وكفرد من هالمجتمع حبيت شارك بالمنبر الإصلاحي، لأنه السياسة العامة بتخص كل واحد فينا، وهالمنبر بيضوينا أكثر ومنكتسب من خلاله معلومات ودراسة معمقة عن السياسة العامة. فاجتمعنا واتفقنا أنا وعدد من زملائي الطلاب على اختيار الإصلاح الإداري، لأنه لقينا أنه عن جد في مشكلة عامة، وهو الأساس لحل كل المشاكل بالتنمية البشرية والاقتصادية. بالنهاية المشاكل العامة منا وحدات مستقلة، بالعكس مترابطة. حسينا أنه عنا القدرة نبتكر أساليب جديدة لنحل هالمشكلة لعدد كبير من المواطنين بيعانوا منه. هلا حل المواطن اللبناني اللي هو الأذكى والأفهم والأشطر، إذا بدك تروح تعمل معاملة أو تقدم طلب وبدهم يأجلوا فيك، خلي بنتي تروح عنك. الإصلاح الإداري موضوع كتير عام، فارتقينا نشتغل عن تسهيل معاملات المواطنين بالإدارات العامة، لأن أكثر شيء بيعانوا منه المواطنين. حسب مؤشرات مدركات الفساد عام 2010، لبنان كان بالمرتبة 127 من أصل 180 دولة، وسجل 2.5 من 10، وكان بال 2008 3 على 10، وبالمرتبة 102. يعني الوضع عم بيتراجع بدل ما يتقدم. لازم نخاف من هول الأرقام. كل شاب بخاف على وطنه، لأنه نحن مستقبل لبنان. لبنان وطن لازم نحافظ عليه. لبنان أملي وأمل كل شاب لبناني بده يلاقي مستقبله، مش يهاجر تيأمنه. بالإدارة العامة الفساد عم بيكون منتشر. على سبيل المثال، شخص بيروح تيعمل معاملة ما بيعرف وين يروح، بيركض من محل لمحل، يمكن يكون ناس ورق بالبيت لأنه ما بيعرف شو الورق المطلوبة، وبينطر بصف طويل وما بيمشوا المعاملة بلا رشوة. بالمقابل شاب محسوب على حزب معين أو طائفة معينة بيمشوا له هي، أو بيكون الموظف بعده عم يشرب قهوة بكرة الصبح بيقول لك تعب بعدين وبدي حاله على شغله. مبدأ ما حدا فوق القانون عم بيغض النظر عنه. لازم كل موظف يعرف إنه ما حدا فوق القانون. نحن الشعب بنحتمي بالقانون. إذا الموظف ما طبقه شو بيصير بالشعب اللبناني؟ أكيد هالحكي مسموع أكثر من مرة، بس وصلنا لمرحلة تجبرنا إنه نتصرف إذا ما بدنا نخسر لبنان. هالحكي طالع من حرقة قلب على الخسارة اللي ممكن نوصل لها إذا ما تعالج الوضع، وفي إيمان إنه فينا نغير الوضع بمساعدة المسؤولين ودعمهم إلنا. بعد عدة بحوثات لقينا الحلول، اللي هي لازم أول شيء نعتمد على وقت محدد تنبت بمعاملة إدارية، مش يقولوا بنرد خبر وهنيك وجهك يا ضيف. على سبيل المثال، أنا طالبة جامعة، رحت بالصيفية على إحدى الوزارات، قدمت طلب إنه بليز بدي أعمل بروجي وبدي معلومات، وجبت ورقة من الجامعة، قام قالوا لي بنرد عليكي خبر بهالجمعة، وبعده لحد هلا ما ردوا علي خبر. نحن بعصر التكنولوجيا، لازم يكون عندنا بالإدارات العامة القدرة للوصول للمعلومات ولدفع الفواتير من خلال استخدام الإنترنت والبريد. بالإضافة لازم نفعل عملية المراقبة والمساءلة اللي بتخلي المواطن يحمي حقوقه والموظف يطبق واجباته. هيدي الآلية بتساعد لتشجيع الموظف تيشتغل بهدف الحصول على ترقية. ولازم كمان يكون في تمرير لقوانين جديدة بتحدد وبتعمم مفهوم المعاملات الإلكترونية، هيك بصير كل المواطنين بيلاحقوا التطور. في عنا مشكل بالموقع inform.gov.lb، لازم يطوروه كرمال نوعي المواطن على الإدارات العامة وشو تطوراتهم وشو الإجراءات الإدارية بهدف توفير الوقت عليه وتسهيل سير المعاملة. لازم نلاقي نظم جديدة لنعمل معاملات ونجعلها أكثر مرونة.
هول الحلول بعد الطرق فينا ننفذهم من خلال تحديد صلاحيات ومسؤولية كل موظف كرمال يمارس واجباته ويحمي حقوقه، ونضيف كمان خلق آلية لتقييم أداء الموظفين واعتمادهم مبدأ الترقية اللي بتخلي الموظفين عندهم هدف بيوصلوا له من خلال التزامهم بالقوانين. أما باللي بيتعلق بالمكننة لازم يكون في ربط للحواسيب بعضها ببعض، ولازم يتدرب الموظفين على استخدامهم. هذه كانت مبادرة سياسية من قبل فريق العمل كمان عالج مشكلة بيعاني منها كل مواطن لبناني كل يوم. ميرسي. شكرا عني. هلا رح تروح الكلمة لعند أدريانا بوديوان. أدريانا بوديوان هي من الطلاب الجامعات اللي بعتبرهم ركزين ونشطين بكذا نادي. انت من دفعة خلص. فأدريانا كمان هي بتخيل بنادي حقوق الإنسان بالجامعة البيزاء. الكلمة إليك. أنا تلميذة علاقات دولية دبلوماسية، هيدا آخر سنة لإلي بجامعة سيدة البيزاء الأنديو. مثل ما قال سيدريك، أنا ناشطة بنادي حقوق الإنسان ومن مؤسسين هذا النادي بالجامعة، وكمان من مؤسسين نادي بناء السلام بالأنديو، وناشطة بمجال حقوق الإنسان، حل النزاعات، وبناء السلام وحوار الأديان، وكمان أنا مثل أني عضو بجمعية الحوار للحياة والمصالحة.